هديت النداف واشتغلت في القهوة، قلنا ما عليه يمكن أرياح لك، الضارب راعي القهوة وتشتغل عند الحداد، قلنا ما يخالف، الولد دمه حار وما يحب حد يصارخ عليه، تودر كل هالأشغال العدلة وتدش البحر، ليش أنت بايع عمرك؟ يا ميتي أنا أول واحد أدش البحر، هذوم العالم سايرين ورادين، ما استوى بهم شيء. بس أبوك صار فيه، راح ورجع لي ميت بلع البحر. يمي انت بعد ناوي تروح وما ترجع؟ يا يحيى لا تخليني احاتيك واخاف عليك كل يوم، لا تحرق قلبي عليك وانت بعدك صغير. يمي ابوي يوم دخل البحر كان الجو مو بصافي، وانت كلمتيه والناس حذروه بس ما سمع الكلام، لكن عني انا ان شاء الله بكون حذر، اوعدك ما راح اغرق. وانت تظن ان هالكلام بيريحني؟ ما بيخليني احاتيك؟ امي انا كبرت وعارف انا شو ابغي، لا تفرضين علي شيء ولا تمنعيني من شيء انا حابنه، ان شاء الله ما راح اغرق. يمي لا يا مطوع، حنا ما نعفي عن واحد كان بيقتلني والثاني حرق مخزننا. أنا ما أقول نعفي عنهم، أنا أقول نعطيهم فرصة يدافعون عن نفسهم. يدافعون عن نفسهم وش بيقولون يا مطوع؟ نسمع اللي يقولونه ونرد الحجة بالحجة. أكيد بيحطون اللوم علينا وبيتهموننا أن إحنا ورا كل هالبلاوي اللي قاعد تصير. ما بنخسر شيء إذا أعطيناهم فرصة يوضحون أسبابهم. وكأنك يا مطوع التحامي والدافع عنهم. أنا كلمت أبوك. الوالد ضعيف وقلبه لين، ممكن إنه يتنازل عن حقه عشان الناس لا تقول عنه ظالم، لكن إحنا يا مطوع إحنا ما تنازل، والإيد اللي تنمد علينا نقطعها. هل قد صعب عليكم تسامحون وتغفرون؟ أنا أقول يا مطوع لا تتدخل في شؤوننا وخلك في حالك، ترى مو من صالحك تعادينا يا مطوع. قلت لهم اللي اتفقنا عليه؟ نعم طال عمرك. وصدقوا القصة؟ ايه صدقوا. حمير اعرفهم يصدقون اي شيء، اهم شيء الحين انهم واثقين منك وما يشكون فيك. قدرت اقنعهم، ما خليتهم يشكون في اي شيء. كفوا عليك، كل اللي عليك تسويه الحين انك تتريى الفرصة لين تجيك وتشوف آدم بروحه وغافل، هني تنفذ اللي اتفقنا عليه. اعتمد يا صاحب. طال عمرك ليش تطالعني كذا؟ امتحنك. تمتحني؟ أبغي أتأكد تقدر أو ما تقدر. قلت لك اعتمد، المهم عندي أنفذ اللي تطلبه مني وتكون راضي عني. لو تبغيني أفر نفسي في النار ما بتردد. عن اللواتة عن اللواتة، خل عنك اللواتة والكذب واسمعني، بطل عينك زين وانتبه، إن فشلت وزخوك تراك تروح فيها. لا تخاف علي، المهم يا زعيم أنا لازم أرجع ليبل الحين. يلا روح، الله يوفقك. عيد ليش ساكت؟ شو الكلام المهم اللي تبغى تقوله؟ أنا خايف تفهمني غلط. أفهمك غلط؟
وانا فرني اعرفك من اليوم، اعرفك من سنين، كيف افهم غلط؟ ما ادري، بس اللي بقوله شيء مو بزين، شيء يخرب بيوت. انت تعرفني زين يا اخوي عيد، اذا انت حاب تقول اللي في قلبك قول، باخذ وبعطي وياك، واذا انت منحرج انا بعذرك وما بلومك. وانا ساير المسيده اصلي الفجر، شفت رجال طالع من بيت ام يابر حرمه ادم. رجال؟ ومنو هالرجال؟ ما ادري. زين انت شفته ما عرفته؟ شفته من بعيد طالع من البيت وكأنه كان متلثم. شيء غريب، ومنو ظنه؟ هذا اللي محيرني يا ابو حسن. ام يابر حرمه طيبه وشريفه، وعمرنا ما سمعنا لها حس او سمعنا عنها شيء مو بزين. ان بعض الظن اثم. بس انا شفته بعيوني، لا كان حلم ولا خيال. واللي شفته شيء مو بزين ويغضب الله وخلقه. زين مو بيمكن يكون رجله ادم؟ ورجله متعود يروح ويرجع للبيت. الله اعلم. غيث، ايش عندك من اخبار؟ سلامتك. الله انك ما توفقت. مثل ما قلت لك يا ادم، خزعل ما يستقر في مكان واحد، واكيد فكر اني باخونه قام وغير مكانه. اكيد كلامك معقول. لا تشغل بالك يا ادم، لازم بنعرف مكانهم، اذا مو باليوم باكر. انا قلت خذ معك كم من واحد عشان يساعدونك، لكنك ما رضيت. اذا على هذه لا تهتم، خلها علي. بنشوف. ما بتشوف شيء يا ادم، امرك قصير وما باقي منه شيء حتى تشوف. هديل؟ ام يابر؟ لا 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 لا، انا ما اصدق هالكلام. هاي الحرمه مدخله ريال بيته نصايف الليالي؟ يا ابو حسين قول غير هذا الكلام. هذا اللي سمعته من عيد، هو مو متاكد بس يمكن بعد يطلع رايلها ادم. بس ايه، اياني وياك هالرمسه تطلع برا البيت. هديل، هالحرمه الطيبه العفيفه تطلع منها العيبه. ايش رايك بغيث؟ طلع ريال. ليش؟ ما ادري، احس اني مو مرتاح له. من اي ناحيه؟ ايش معنى اقتنعت بقصته وما اقتنعت بقصه اخو زيدان؟ ما ادري، بس ما شفت في قصه غيث شيء خلينا اشك فيه. يقول خزعل طرشها علشان يتخلص مني. ليش خزعل يغير مكانه؟ ما يبغى يسمع خبر من غيث؟ واذا خزعل يعرف ان غيث بيخونه، ليش ما طرش واحد ثاني؟ كلامك عدل، وانا شلون السالفه هذه راحت عن بالي. هذا اللي خليني مو مطمن له. ايش ناوي تسوي فيه الحين؟ نسوي روحنا ما ندري، ونراقبه من بعيد، وناخذ حذرنا. ما تدري، يمكن يطلع شكنا مو في محله. ليش ما نطرده ونفتك؟ لا، نتريا وبعدين نقرر. لا تخليه يقرب ينبك، ولا تجلس وياه بروحك. الله العالم يمكن يغدر بك. صبحت الله بالخير أمي. بعد زعلانة مني؟ مصمم تروح البحر؟
بإذن الله، بس أباك تكونين راضي عني. روح يا ولدي، الله يحفظك. الله وياك ويحفظك من كل شر. طلال، طلال، ايش في طلال؟ ما ادري، انا دي ما يجاوبني، شنه ما يسمعني. أطواره صارت غريبة هاليومين. أنا خايفة عليه. زين ليش إخوانك ما يلسون معاه يشوفون إيش فيه إيش عنده؟ ما أدري. يحيى زعبيني يا عمي. شوي 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 شوي. اقول لك، ما تعرف شيء عن ادريس؟ لا يا عمي. ما قال لك؟ ما قال. يحيى بسألك، انت شو تعرف عن الحياة؟ طب بالصدق يا عمي؟ اي نعم. ما اعرف شيء. افا، ولد شاب في سنك انت ما تعرف اي شيء؟ يقولون الحياة يا عمي الاشياء فيها واضحة وبسيطة، لكن يوم بعد يوم نلاقي نفسنا في بحر من الالغاز اللي ما ينعرف حلها. هذا الكلام عود، ابغيك تفسر لي. تبغي مثال؟ فضل. اكو ولدك ادريس سار حب وحده وهو متأكد انها مو بالنصيبه، وغرب عمره راكو طلع من البلاد. ليش؟ صدقني يا عم بدريس، هو روحه ما يدري ليش، وما حد يدري ليش. صدقت يا يحيى، ليش يقولون عنك مخرف؟ ما ادري عنهم، سير سلم. وي، كل هذا تسويه هديل والناس غافله عنها؟ كل هذا يطلع منها واحنا ما ندري؟ انا ما صدقت يوم قال لي نوح. قلنا لكم ما صدقتونا، بس ياما تحت السواهي دواهي. عاد ليش ام جابر تسوي كذي؟ زين يا ام حسن، انتم ما عرفتوا منو الريال اللي كان بايت عندها؟ يقولون كان ملثم. عجيبه. الا بسالك، هذيل تعرف منو من الريايل؟ منو يمر عليها؟ وانا شو دراني؟ الوحده ما تقدر تحط في ذمتها الصراحه. ايش بيقول ريالها اذا درى؟ اكيد بتستوي سالفه عوده. الله يستر. مع ان ابو حسن يقول يمكن اللي طالع عنها هو ريلها. لا لا لا، ريلها مو باي عمره كذي اشكره يهد اليبل ويجي يزورها، هذا اكيد واحد ثاني دخله بالسر. الا ام حسن. نعم. في ظنك ايش بيسوون الناس اذا دروا؟ انا ما اقول الا الله يستر. اتخسي، انا اشتغل صبي في قهوه؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء يا ابو راشد، ما فيها شيء. شو ما فيها شيء؟ تبغين يخدم اللي يسوى واللي ما يسوى والكل يتامر علي؟ شغله مثل اي شغله. لا لا ابو صالح، عاد انا مو محتاج هالقد علشان اشتغل اي شغله. ضرار ويتشرط. ما سمعتك. اقول انا بس حبيت اساعدك. حبيت اساعد، ساعد امرك قبل. يا ابو راشد، انا اذا بغيت اشتغل ما بتعطل، ادبر نفسي. اقول اشرب اشرب شايك برد، اشرب اشرب ادبر نفسي.
أخيرا كشفتي يا هديل، هي الساكتة، هي الطيبة، هي اللي ما يسمعوا لها حس. انكشفتي وفضيحتك بتوصل لين اليبل. هالفضيحة الكلبة يدري عنها، ما بخلي بيت ما يعرف أهله عن اللي سويتي. يا العيارة، الكلبة يعرف أنهم انخدعوا فيك، وخشمك اللي رافعته فوق بنزل الأرض. صبري علي يا ديل، صبري. يا جماعة، إن بعض ظني إثم. لا لا لا، قولوا كلام غير هذا أصلا. أنا هم بعد مثلكم ما بصدق، لكن هذا اللي يقولونه الناس. يا جماعة الخير، زوجة آدم ما غيرها معقولة؟ أنا كل اللي طالبت إنه منك إنك ما تشيل ولدي وياك البحر. قول له ما أقدر أخذك وياي، ما أظن إنه هو بيجبرك. لا طبعا ما يقدر يجبرني، لكن شو اللي يضمن إن ولدك ما يروح ويا واحد ثاني ولا يطلع بروحه؟ أنا خايفة عليه. خايفة يغرق؟ هيه. ليش ما تخافين عليه إنه يطيح في حفرة وهو ماشي في الدرب وما يدري، ولا تنهدم عليه الطوفة، أو يطلع إلى كلب وينهشه، ولا رصاصة طايشة؟ وما دام أنت خايفة عليه كذي، ليش ما تخشينه عندك في البيت علشان ما يصيب أي شيء؟ يا أم يحيى، ما حد ضامن عمره، وأنا ما أقدر أضمن ولدك إذا دش البحر ما يصيب أي شيء. وانت حرمة مؤمنة وعارفة أن كل شيء مقدر ومكتوب، واللي الله سبحانه وتعالى كتب علينا نحن كبشر ما نقدر نغيره. يا ما شفت ناس يغرقون وناس ينهشهم اليريور، لكن هذا ما منعني من أني أدش البحر، والموت حق. ولدي سلمك، دير بالك عليه وخليه يسمع كلامك ولا تغفل عنه. لا توصين حريص، ترى أبو إدريس يحب يحيى وايد ويعزه. أشم في ريحة ولدي إدريس. وأنا مو قايل لك يا وجلسانك احفظي السر، هالكلام ما يطلع من البيت. انا ما قلت الا حق فاطم حرمه عيد، وما بغيتي غير فطومه الخبره هذه. وانت ايش فيكم؟ ايش حق واقفين؟ ايه تحرك يلا تحرك. فطوم هذه حقوده، لسانها متبري منها. انا تكلمت وياها وتحسبها تدري. اذا رايلها اللي هو رايلها، شاف اللي شافه وما قال، انت كيف تأمنين له؟ انا ما ادري بنا بصير تفتن. وهذا انت ورطتي الريال ورطتي هالمسكينه هاي، كل هذا بسبب لسانك. وانا شو دراني؟ شو دراني؟ انت يا اهل، انت يا اهل. صدق ولا كذب؟ من قال؟ عيد زوج فاطمه؟ يا مجابر، أنا أبا أعرف والكل يبغى يعرف اللي صار، صدق ولا كذب؟ والريال اللي كان طالع من بيتها الفير، ما تدري من يكون؟ لا لا والله طال عمرك، هو يعني المسافة كانت بعيد شوي، وكان متلثم، وبعدين صار الجهة الثانية ما يصوبي عشان أشوفه عدل. وهو ما شافك؟ ما ظن طال عمرك، وكان مستعيل، ومثل ما قلت لك هو ما يصوبي. فهمنا، ايش سويت عقبها؟ ماشي طال عمرك، صرت المسيد صليت وبعدين صرت البيت. برايك اللي سويته الحرمة عدل ولا غلط وعيب؟ ام يابر حرمة طيبة وعمرنا ما سمعنا عنها. سؤالنا واضح يا حج عيد، عدل ولا غلط وعيب؟ أكيد مو بعدل طال عمرك، بس يعني الحرمة بعد. أنت جاي تدافع عن المرأة ولا جاي تقول لنا شو اللي شفته؟ اللي تشوفونه طال عمرك. عيل جاوب. أنا أقول يعني يمكن يكون ريلة. أنت تقول اللي شفته وبس،
اللي تظنه واللي تفكر فيه واللي تحسبه ما يهمنا. وانصحك تحتفظ فيه لنفسك. انت يا عيد تشهد على اللي شفته وبس. فاهم؟ فاهم فاهم. والظن واجبنا نتستر عليها ولا نوقفها عند حده وتاخذ إزاها اللي تشوفونه. خلاص يا عيد، انت الحين روح، واذا احتجنا لك احنا ناديناك. فما الله، حياك الله. امان الكريم. هاي عبد الوهاب، ايش رايك؟ انت شو تقول؟ انا اقول هذه فرصه ذهبيه ولازم نستغلها وما نطيرها من ايدنا. زين، وشو ناوي تسوي؟ حرمت ادم وعيالها ما لهم مكان بيننا في الديره، لازم يطلعون وما يرجعون. وابوك كيف تقنعه؟ مو احنا اللي بنقنعه، هالمرة عندنا شاهد ولازم يحكم ضدها. بعد ابوي ما له حجة. الجماعة ناويين على شر يا ابو حسن. ها؟ وش بيسوون؟ ما ادري، بس ناويين ياذون الحرمة وعياله. لا حول ولا قوة الا بالله. كل مني انا يا ابو حسن. لا تلوم نفسك يا ريال. عيل الوم منو؟ الحرمة بعد تتحمل المسؤولية، وانت شهدت باللي شفته. واذا طلع ادم؟ اظن ادم؟ ما ادري يا اخوي، ما ادري، بس الريال اللي شفته كان ملثم، يمكن علشان لا احد يعرفه، وكان شال في ذي عصا عشان يحامي عن نفسه. وش اللي يضمن ان ادم؟ وش اللي يضمن انه مو بادم؟ ما عندنا دليل. شيء يحير يا ابو حسن. ما يصير نحط في ذمتنا ونتهم الحرمة قبل لا نتأكد. إذا طلع حكمنا باطل الله ما بيغفر لنا. هذا اللي خايف منه يا أبو حسن. إحنا لازم نتأكد. هي بس هم لازم بيسألون الحرمة، والحرمة حزتها بتدافع عن شرفها. هذا إذا سألوها، الخوف يحكمون عليها قبل لا يسألونه. أسقني حتى أرديك حمارة. صالح، ها شوف اللي هناك. وين؟ هني. اوه، هذا طلال. اي طلال؟ ود الشيخ قاسم. شيخ قاسم؟ مو شيخ قاسم، هذا ابو زيدان. زيدان؟ هي عرفت عرفت عرفت. هذا زيدان. هي لكن شو سوينا؟ شوف 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 طلال. هي طلال 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 طلال. انت شو سوينا؟ من انتو؟ هي من انتو؟ انا ابو صالح، وهذا وحليل رفيجي ابو راشد. وحليل ابو راشد على زارتنا البركات. تفضلوا. ابو صالح ريال، ترى مو بصاحي. مسكين مريض. لا يا الغش مريض، ريال ترى مثلنا. فوق فوق. يحسبوا اديكوا حباره. فقير هذا انت؟ هذا ولد شيخ يحسبوا اديك فيلا. اقول هذا صراحة خوش رفيج، ايش رايكم ودي ويانا؟ اقول طلال طلال. ما بتصير ويانا؟ وين؟ نكمل السهرة، نحسب وديكو حمارة. انت احسبها فيل كيفك. لا لا، انا هني مرتاح. زين مرتاح؟ مرتاح براي. مرتاح على كيف؟ مرتاح. لا 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 تنش لا تنش، ما 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 في داعي، لا تتعب نفسك. يلا نمشي يا ابو راشد. ما بي اسقني ايه حتى ارديكو حمارة. يا سلام. اسقني حتى ارديكو.
قلبك ما مال صوب وحده ما عشق مال مالت عليه مال حظ ليش حبيت بنت الخال وهي ما تدري ويوم يتطلع اللي في قلبي يا هو ولد الحلال وخذها افا سويت ايش بسوي ما اقدر الا الوم نفسي وحظي انا اللي تاخرت قلب الريال يا عاشور ما يخلى من وحده يحبها سواء عرفت هي او ما عرفت لا رفيجك قلبه خالي نظيف شو اللي تطلبه من الحياة؟ شو اللي أطلبه؟ أبغي أشبع أبغي أعيش حر أبغي أكون سعيد هاي بنتك اللي صار هيجتي الناس خليت الكل محتار ومستغرب ويسأل وأنا ما بقادر أراويه حد الكل يسأل الكل يبغي أعرف وأنا ما عندي جواب يريح نقولهم اللي صار اشهد باللي شفته لا تزيد ولا تنقص وخلي اللي يقول يقول ترى أنت مو مسؤول عن حد يا ليتني كنت عمي أنت ليش مهتم فيها هالكثر كيف أخليك تحسين كيف أخليك تفهمين أنا فاهمة بس انت اللي على نياتك وما تبى تصدق اللي تشوفه عيونك خاطري اعرف شيء واحد بس انت ليش تكرهين الناس انا ما اكره حد بس ما احب اللي تسوي عمرها طيبه وشريفه وهي سوسه افتح الباب وكلميني عن الريال اللي كان عندك منو الريال يا الشريفة يا العفيفة افتح الباب ولا انا مو بتعرف عينك افتح الباب والله وانكشفتي يا المغرورة اسمعني يا يابر تحمل أحد يدري عن أبوك وعن جياته ما بي أحد يدري ما قلت حق أحد ولا بقول إذا دروا بيحطون العين علينا وما بنشوفه مرة ثانية ويمكن يصيدونه ويأذونه ويمكن يحبسونا في بيتنا وما يخلونا نطلع إذا أي أحد سألك عن أي شيء يخص البيت لا تجاوبه لا تدير لبال إن شاء الله كفى عليك يا ولدي بس إذا غانم فتن غانم ما يدري عن شيء أمي لا تخافين أنا بحميت سير يا أمي سير العب Mm-hmm.
وش سويت انا؟ ايش اللي خلاني اتصرف كذي؟ ام سعد. هلا ابوي، صباح الخير. هلا، بغيت منك خدمة. امر يا ولدي. انا البارحة غلطت غلطة عودة. بس يا ولدي يا طلال، انا ما حيدت انت تغلط. بلى، البارحة كنت شارب، الشيطان قص علي، صرت صوب بيت حرمة آدم، دقيت عليها الباب ما بطلت. انزين وعقب؟ ما ادري كيف طلع مني كلام مو بزين في حقها. هالمسكينة وين بتلقاها، منك ولا من غيرك؟ الله يعينها. اباك تسيري لها وتقولي لها اني ندمان على كل اللي قلته واللي سويته، وانه ما كان قصدي اني اجرحها. ام يابر طيبة وما تحط في قلبها لا عليك ولا على غيرك. ما اظن بسامحني. زين انا بمر عليها وبقول هالكلام هذا. ايه ولي سلمك. سمعت عن اللي مسوتنا مرت ادم؟ اي والله سمعت يا اخي. يقول لك تدخل ريايل في نص الليل بالبيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبي الله ونعم الوكيل. وليش هادينا على كيفها هذه؟ لا من يحاسبها ولا من يراقبها. كيف من يحاسبها؟ هاي طال عمرك الحين بتراغ من الفريق مره برع. بتراغ؟ نعم. بيني وبينك يا هلال، ترى الحرمه هذه تستاهل. لكن ما قلت لي منو اللي بيروغها؟ منو بيروغها؟ الشيخ قاسم طال عمرك وعياله. اوه، يعني الخبر وصلهم؟ يا ابو علوان، منو الحين في الدنيا ما عرف؟ حتى الفريقات الصغاريه عرفوا على الموضوع. بالله عليك يا هلال، هالمناكر تصير عندنا نحن هني ونحن اخر من يعلم. يا اخي منو ظن، منو ظن ان هذه جليله الحياه بتسوي هذه السوات؟ تغضب بالله. اقول لك شيء، قم بي قم سي شوف لك شغلتك. قم 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 قم. طالع انت هذا الشرها مو عليك، علي انا يومي لست وياك. ايش تعال اقول؟ يلا مع السلامه. لابد تنطرد برا البلاد. ما بنت اللي تحكم يا زيدان. هالحرمه اللي ظنيت انها مسكينه مظلومه يا ابوي، طلعت عكس اللي ظنيت وصدق احساسي. ودليلك؟ عندي شاهد. هاته واسمع بنفسي. بجيب لك الشاهد. تعال تعال يلا يلا يلا، خذ عني يلا. خلني ازخك بروحك يا يبرو براويك. ما عاد كذا هاليوم بعد. اي ولي تشلك فيه بعد يا اهل، مو بقلل لسانه. يا هل رساله على الطول. حج عيد. نعم. الشيخ قاسم يبغيك. يبغيني انا؟ اي نعم. وليش؟ ما ادري. زين بمر عليه عقب. لا لا، هو قال لي يبغيك الحين. يلا طوف وياي. ان شاء الله ان شاء الله. حسن. نعم امي. حط بالك على الدكان ابوي. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل. لا تخلي واحد مثل هذا يضايقك. سهلة عليك تقول كذي، لكن لو كنت مكاني عشان قلبت الدنيا. أوقات ودي أخذ أمي وأخوي ونطلع من الديرة. وين تروحون؟ نسافر. وأنا؟ إذا أبوك رضا أكيد ناخذك ويانا. هاي إذا رضا. بالله عليكم أنتوا شو تسوون يا سينينا ها؟ من زينة هالمكان. انتو شو اللي عايبنكم من هالمكان ها؟ شو نسوي؟ وين نروح؟ وين تروحون؟ نزلوا واخذوا حقكم بالقوة، نهبوا من الغير عشان تعيشون أحسن عيشة. ترى جلستكم هنا ما لها معنى، بتخيسون. انتو ما سويتوا شيء حق عماركم. وبشو تنصحنا؟ قلت لكم نزلوا واخذوا اللقمة بالقوة، ما حد بيعطيكم أكل وفلوس من نفسه. وآدم
هذا ما شراكم، انتوا اللي اخترتوا زعيم مو كذا؟ هيه. وانتوا اللي تقدرون تقولون له استريحوا بصوب وخلنا نتصرف. هي بس آدم واحد مثلكم ولازم يسمع كلامكم، ليش انتوا خايفين منه؟ نحن مو بخايفين منه. حل خلاص سوي اللي ريحكم ولا تخلونا يتحكم فيكم. انا عن نفسي اقول نتريا عقب يصير خير. تريا لمتى؟ تريا لمتى؟ سمعت اللي يقولون عن حرمة آدم؟ سمعت. شو تظن؟ ما ظن شيء. طلال، أنت زعلان مني؟ لا، ليش تقولين كذي؟ لأنك ما تعطيني وعي وما تسولف معاي. تعرفين إيش كثر عزك؟ عاي ليش كله ساكت ومبوز؟ يمكن لأن بالي مشغول هاليومين. في شو؟ مسعد، إيش صار معك؟ هي مسامحت إنك وما في قلبها شيء عليك. وضحتي لها كل شيء. وضحت لها كل شيء وتقول له. تقول. تقول لك وترجوك إن دخيلك ما يخصك فيها. يا ولدي حرام عليك، ملاهم عرسة وعنده عيال وفقير تمس. يقولون شاف الريال طالع من بيتك الفير. صدق هذا الكلام ولا كذب؟ ليه ساكت يا ميابر؟ قولي شيء. ما عندي شيء أقوله. يا بنتي هذول يتهمونك بالزنا.